خلال افتتاحها عدد من المشروعات في القطاع الصحي، السيسي وجه الشكر للطواقم الطبية ويشدد على أهمية تناسب نمو السكان مع الإمكانيات الحالية للدولة. مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم. ومعكم في أخبار الاقتصاد، أمام لجنة الصناعة بالنواب، وزير البترول يؤكد أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي لـ 5% خلال السنوات الخمس المقبلة. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه النشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة بحاجة إلى تريليون دولار سنويا لكل 100 مليون مواطن كي تتناسب معدلات التنمية مع زيادة السكانية. وقد شدد الرئيس السيسي على أهمية وصول معدل المواليد إلى أقل من 1% كي يتناسب ذلك مع الإمكانيات الحالية. جاء هذا خلال افتتاحه من محافظة الإسماعيلية لعدد من المشروعات في القطاع الصحي عبر الفيديو كونفرنس. هو انتوا مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتوا عشان تحسنوا من احوالكم؟ اللي كان المفروض ان الناس تعرف ان الاحوال ما بتتحسنش الا اذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدرتنا الاقتصادية وقدرتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة اللي هتنفق على العدد ده. نصيب الانسان كام؟ وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، قلت دولة زي مصر تعدادها اللي يصل لل، انا ما خرجتش عن سياق الموضوع، لكن طالما ان ده ما تحققش انتوا مش هتشعروا ان في يعني في انفاق حقيقي مناسب ليكم. يعني لو انا 100 مليون النهارده، انا بقول لكم الرقم المناسب لل 100 مليون هو تريليون دولار، يعني كان بالجنيه المصري تقريبا 16 تريليون جنيه. مش كده يا دكتوره؟ ده الرقم اللي هو يتناسب مع عدد سكاننا. طب لو الرقم ده مش موجود يبقى لازم تعرفوا ان ده هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي ولن تجدوا ما تتمنوه. وعشان كده لما انا قلت مره من سنه يمكن ولا اكتر، قلت ان النمو السكاني ده أمن قومي، لأن هو في الآخر بيخلي الناس تبقى مش راضية، ودام المواطن مش راضي هيبقى مستفز، وممكن حد يعبث بعقله ويقول له إن أنت اللي أنت فيه ده هو عيب دولة، هي عيب حكومة، لكن اللي إحنا فيه ده هي ظروف حالتنا، مش أبدا عيب حكومة بغض النظر عن أداء الحكومة، أي حكومة وأي رئيس. لكن في النهاية إن ما كانش الأرقام اللي أنا بقول عليها دي تبقى موجودة معانا، موجودة، وأنا بقول لكل مفكر وكل مثقف وكل سياسي بيتكلم في الموضوع ده ويهمه أمان واستقرار مصر، لازم يعرف إن عمر ما هيحصل ده إلا لما يبقى فيه أرقام معتبرة تلبي حاجات ومطالب الناس. كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه تحية شكر وتقدير لجميع الطواقم الطبية لجهودها في مكافحة جائحة فيروس كورونا. من فضلكم نوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع، سواء اللي هم يعني استشهدوا في أداء هذه المهمة أو اللي ما زالوا حتى الآن بيقوموا بدورهم الرائع جدا والعظيم جدا في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة. وده أمر يعني هبدأ بيه كلامي، وأنا هركز كلامي في الدكتورة كهالة كلمت كلام كتير قوي، والكلام الكتير ده كان الهدف منه أنها تستعرض بيه موقف الجهد اللي اتبذل من جانب الدولة متمثلة في وزارة الصحة تجاه شعبها. الرئيس السيسي أكد أيضا أن المبادرات الصحية، خاصة مبادرة القضاء على فيروسي والكشف المبكر على الأمراض المزمنة، ساهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا.
دكتورة اتكلمت على مبادرة الفيروس سي، وكلمت على مبادرة قوائم الانتظار، وكلمت على قوائم الأمراض غير السارية، وكلمت على الـ يعني الكشف عن أو فحص سيدة مصر، وكلمت عن موضوع الاعتلال الكلوي، وبرضو اتكلمت على الكشف المبكر لموضوع السمع اللي موجود. أنا عايز أقول لكم على حاجة، احنا لما جينا عملنا الكلام دوت ما كانتش جائحة كورونا موجودة لسه. وعايز اخد بالراحة كده اقول ايه، تصوروا ان احنا لما فحصنا 70 مليون، اولا احنا بقى عندنا قاعد بيانات لسبعين مليون، وده امر مهم قوي ان احنا نتحصل عليه، لان ما كانش لدينا ده قبل كده بالمستوى ده وبالدقة دي وبالتفاصيل دي. لما عملنا الفحص للسبعين مليون في الفترة ديت، الدكتورة بتقول احنا عالجنا 2.2 مليون، صحيح، بس احنا كمان شكلنا ثقافة الانتباه لنا كلنا كمجتمع من موضوع الفيروس سي، سواء كان للكبار او للصغار. وعشان كده لما اتكلمنا في النقطة دي قلت ان احنا دكتورة نكمل لولادنا لمدة 5 سنوات اعدادي وثانوي، عشان مش عشان نبقى الدولة يعني تبقى خالية بس من قوائم، آسف، تبقى خالية من الفيروس سي، لا، عشان ننهي تواجد هذا المرض تماما في بلدنا. نقدر نعمل كده لو احنا انتبهنا، لو احنا قلنا الفحص المستمر. وممكن، وانا مستعد اعيد تاني السبعين مليون تاني عشان استهدف العلاج ده. طب ده تكلفته ممكن تبقى كتير، صحيح، بس خلي بالكم لما احنا نقول ان 2 مليون دول اللي هم كان عندهم الفيروس سي، واكيد معانا اطباء كثيرين، والدكتوره طبعا ممكن يعني يبقى الكلام اللي بقوله ده محل نقاش، يا ترى كم في المية منهم كان لو كان دخل على الجائحه دي كان ممكن يحصل له ايه؟ يعني نقول 10% اكتر، 10% 200,000 من ال 2.2 مليون لو كانوا دخلوا على الجائحه بالمرض ده بالتداعيات بتاعته، يا ترى كان ممكن يحصل لهم ايه؟ وشدد الرئيس السيسي على ضروره ان يكون الهدف من المعارضه هو تحسين الاحوال المعيشيه للمواطن، وليس المعارضه من اجل المعارضه. حق الناس انها تعبر عن رايها، من حق الناس انها تعترض وتبقى في معارضه، صحيح، لكن كل ده الهدف منه في الاخر ان هو سواء كان التعبير عن الراي او المعارضه السياسيه، المعارضه الهدف منها ان هو تحسين احوال الناس وتحسين حياتهم. هو بيبقى الهدف كده، مش المعارضه للمعارضه، ومش التعبير عن الراي عشان الناس تتكلم، لا، دي بتتكلم عشان تقول لك خلي بالكم، بصوا هنا في عندنا مشكله، بصوا هنا لو سمحتوا اللي انتوا ماشيين فيه ده غلط، واحنا ده امر بنقبله من اي حد بس بشرط يبقى فاهم هو بيقول ايه. هذا وقد اكد رئيس السيسي اهميه المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري خلال 3 سنوات، مشددا على ان مشاريع تبطين الترع وتطوير منظومه الصرف الصحي سوف تؤدي الى انخفاض في معدلات الاصابه بالامراض. الريف المصري هيعمل معانا ايه؟ هيسمع في القطاع الصحي ازاي؟ لما انا اخش على كل الترع اللي موجودة وعمل لها تبطين، ده يساهم في ايه؟ يا ترى يزود حجم الإصابة المحتملة للأمراض اللي بتجي في من ده ولا لا؟ يا ترى يزود حجم الناموس اللي موجود اللي ممكن ينقل الأمراض ولا لا؟ طيب لما أنا أعمل الصرف الصحي ليهم كلهم في خلال 3 سنين اللي بتمنى إن احنا نقدر نعمل كده، وبقول يعني عشان بس ما حدش يقول يعني هو أنتم مش عاملين حسابكم هتعملوا ايه؟ احنا عاملين حسابنا في حاجه واحده بس. ايه يا دكتور مصطفى؟ التمويل. اللي هو كان عبء الاعباء على اي حكومه انها تحل مساله، هنجيب فلوس منين؟ فاحنا عملنا حسابنا لكده، لكن اللي انا مش قادر اعمل له حساب هو الشكل اللي موجود فيه حال البناء والتخطيط العمراني اللي موجود في الريف. ومش في الريف بس، ما احنا ما كنا في يعني في مدينة الأمل من كام يوم وفي الخصوص وكل الكلام دوت، ما هو ده الحال. لكن احنا هنسيبه نرجع بقى لل 500,000 للريف المصري اللي احنا بنستهدف منه ان احنا
نقتحم ونحل المسألة خلال 3 سنين، ورب يعيننا على كده. هذا وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بداخل المجمع الطبي المتكامل في الإسماعيلية بعد افتتاحه. ويضم المجمع مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة لأنه يعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية للمصريين. هذا وقد افتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الطبية عبر الفيديو كونفرنس في عدد من محافظات الجمهورية، وهي مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، ومستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات في أسوان. كما شهد الرئيس افتتاح عدد من المستشفيات العسكرية هي دمنهور والزقازيق والنرجس والياسمين. ومعنا هاتفيا رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. أستاذ رفعت أهلا بحضرتك. وهنا افتتاحات مهمة عبر الفيديو كونفرنس للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقيقة شملت في الشمال الإسماعيلية، الجنوب أيضا إسنا الأقصر وأسوان، أيضا في المنتصف دمنهور والزقازيق، أكثر من مشروع طبي لتحسين حياة المواطنين وتقديم خدمة أفضل. كيف ترى هذه الافتتاحات المهمة وأثر ذلك وانعكاسه على المواطن المصري؟ أستاذ حسان، يمكن أنا سعدت جدا النهاردة بالافتتاحات التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها، سواء حضوريا في المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية أو بطريقة الفيديو كونفرنس على مجموعة المستشفيات والمجمع القومي للأمصال على 8 مستشفيات جديدة، وبالإضافة إلى مجمع الأمصال واللقاحات بنيت وجهزت على أعلى مستوى وانتشرت في أكثر من محافظة لخدمة أهالي هذه المحافظات، وده بيبين مدى اهتمام الدولة بالرعاية الصحية لأبنائها على مستوى الدولة بكل محافظاتها. نعم. سعدت كمان أكثر في الكلمة التي توجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري كله، أولا عشان يوضح للشعب جهود الدولة في مجال التنمية والتحديات اللي بتواجه الدولة والحكومة الحالية التي آلت على نفسها إنها تتحمل كل أخطاء الحكومات السابقة بعدم متابعة مشروعات التنمية والإصلاح بشكل جيد. يمكن الجزء المهم اللي اتكلم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الزيادة السكانية والريف المصري وما سيتم فيه خلال 3 سنوات القادمة. نعم. وأشار إلى أن المواطن بيقول ويخاطب أبنائه على مستوى الشعب كله، الناس قد تشعر بعدم الرضا وعدم السعادة بالنسبة، ويفسروها بأن الدولة غير قادرة على تلبية
احتياجات المواطنين. نعم هو عندهم حق في هذا التصور، لكن تصور ناقص، لأن الشعور بعدم السعادة مش الدولة دلوقتي والحكومة هي السبب فيه أو تقصيرها في مجال التنمية، لكن للأسف الزيادة السكانية المضطردة غير المنظمة هي اللي تلتهم كل صحيح. مظاهر التنمية على مستوى الدولة، وبالتالي الدولة مش ملاحقة توفر مشروعات التنمية. طب هنا كيف إذن نعول على الوعي المواطن أستاذ رفعت في هذا الموضوع؟ وعي المواطن هنا عشان يبدأ في عملية الإنجاب لابد أن يتناسب مع قدراته أصلا على التربية والتنشئة والتعليم والإعداد بشكل جيد، يكون الفرد صالح في المجتمع، مش مجرد زيادة أعداد أولاد أو أطفال جزء منهم قد يخرج، يعني كل مؤسسة يبقى في شراكة مع المؤسسة الأخرى أيضا زي ما قلت حضرتك، لنترك مؤسسة بعينها كي تقوم بهذا الموضوع. الدولة كلها سواء كل مؤسسات التعليم أو المؤسسات الدينية أو الإعلام أو الجانب المهم هو ثقافة المواطن نفسه وقناعته بهذه القضية. نعم. يمكن لما الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار ما يخرج لسوق العمل كل سنة 900,000 واحد، وعشان أوفر لهم فرص عمل لكل واحد من دول فرصة العمل زي ما أشار الرئيس بتكلف الدولة ما بين 100,000 الى مليون جنيه، وده هو المهم جدا طبعا، يعني هو وصول يعني المواليد الى ما يمكن ان يتناسب مع وجود الامكانيات الحاليه. اشكرك اذا استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم كنت معنا هاتفيا. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من جميع الضرائب والرسوم، كما وافق النواب بشكل نهائي وقوفا على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وقد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. وعلى صعيد آخر، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن أشرف رشاد، أعلن دعم نواب الحزب داخل المجلس صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بنصف مكافأتهم من المجلس. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية في المحافظات التي تتعرض لتقلبات الأحوال الجوية، وقال أنه قد تم تشكيل وحدات تدخل سريع للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، مشيرا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة بتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ومع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة. هذا وتشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة منذ الساعة الأولى من الصباح، وأمطار متفرقة في بعض المدن والمراكز بالمحافظات. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 613 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و56 حالة وفاة. وفي بيانها اليومي بشأن فيروس كورونا، أعلنت الصحة ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 135,000 حالة. وأكدت الصحة أنها تواصل رفع استعداداتها في جميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. في جانب حذر مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة من أن الموقف بشأن فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط لا زال حرجا، كما حذرت منظمة من السلالات الجديدة للفيروس بعدما أعلنت 13 دولة بالمنطقة رصدها لديها. أكدت منظمة تسجيل نحو 6 ملايين حالة إصابة مؤكدة بكورونا و140,000 حالة وفاة تقريبا في المنطقة في العام الماضي،
وأشارت إلى إعطاء أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لمواطنين في منطقة شرق المتوسط. أدانت مصر الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل مساء أمس، وقال بيان لوزارة الخارجية إن مصر تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، كما تؤكد دعمها العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره. وذكر بيان الخارجية أن مصر تعرب عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية التي لن تثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية. هذا وقد أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أدان هجمات أربيل باعتبارها تشكل تصعيدا خطرا يستهدف نيلة من هيبة الدولة العراقية وتوقيد الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق. وقد صرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن أبو الغيط أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة ما بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وللتصدي لمحاولات استهداف أمن العراق واستقراره، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق. كانت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها اسم سرايا أولياء الدم قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة للتحالف الدولي في أربيل بإقليم كردستان بشمالي العراق، وتعهدت بشن المزيد من الهجمات، لكن مسؤولين أمنيين ذكروا أن اسم هذه المجموعة مجرد واجهة لفصائل مسلحة معروفة موالية لإيران. وبحسب التحالف الدولي فقد أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل متعاقد مدني أجنبي غير أمريكي وإصابة 8 متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي، كما سقطت صواريخ في أحياء سكنية أدت لجرح 5 مدنيين بحسب السلطات الصحية في أربيل. هذا وقد تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تعهد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل الصاروخي ودعا إلى إجراء تحقيق في هذا الهجوم الذي استهدف قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق. أكد بلينكين أن الولايات المتحدة غاضبة بسبب الهجوم، مؤكدا في نفس الوقت لرئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني دعم الولايات المتحدة الكامل للجهود المبذولة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها. في هذه الأثناء أعلنت إيران معارضتها أي أعمال تضر بأمن العراق، كما نفت إشارة بعض المسؤولين العراقيين إلى صلتها بالميليشيا التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم أربيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده تعتبر استقرار العراق وأمنه مسألة حاسمة بالنسبة للمنطقة، ويأتي هذا بينما حذرت الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة في العراق. وشجبت ممثلة الأمم المتحدة في العراق هجوم أربيل معتبرة أنه يشكل تهديدات خطيرة للاستقرار داعية إلى ضبط النفس. في ملف اليمن، حيث أعلنت قوات التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلق الحوثيون باتجاه مطار أبها بجنوب المملكة العربية السعودية قرب الحدود مع اليمن. وقد أشارت قوات التحالف إلى تناثر الشظايا نتيجة لعملية الاعتراض في محيط المطار دون وقوع إصابات أو خسائر. لازلنا في الشأن اليمني، حيث حذرت الأمم المتحدة من تعريض ملايين المدنيين للخطر جراء التصعيد العسكري في مأرب، وحذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالة الطوارئ مارك لوكوك من أن أي هجوم عسكري على مأرب سيضع ما يصل إلى 2 مليون مدني في خطر وينتج عنه نزوح مئات الآلاف. وحققت ميليشيات الحوثيين خلال الساعات الماضية تقدما جديدا نحو مدينة مأرب الواقعة على بعد 120 كيلومتر شرقي صنعاء إثر معارك مع القوات الحكومية أدت إلى سقوط 10 القتلى والجرحى من الجانبين. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنعقدة في إنجامينا على ضرورة تعزيز مكافحة المجموعات الإرهابية وإعادة سلطة الدولة في المنطقة.
وقد وعد ماكرون من خلال تقنية الفيديو كونفرنس أن باريس ستعزز من تحركها في محاولة للقضاء على الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي. وقد أشاد إيمانويل ماكرون بقرار رئيس تشادي إدريس ديبي بإرسال 1200 جندي إلى منطقة المثلث الحدودي. كما أكد الرئيس الفرنسي أن التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن قوية كما هي عليه الآن. Ce sommet intervient un an après Pau. تعهدت سلطة الانقلاب في ميانمار بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للفائز من دون تحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات. وقال المتحدث باسم السلطات الجديدة إنهم لن يبقوا في السلطة طويلا. وردا على احتجاز زعيمة أونغ سان سوتشي، أشار إلى أن السلطة سوف تلتزم بالدستور في هذا الشأن. واتهم المحتجين الرافضين للانقلاب بالتحريض على العنف وترويع الموظفين المدنيين. يأتي هذا بينما قال محامي سان سوتشي إن سلطات الانقلاب وجهت إليها تهمة جديدة بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية. أخبار المال والأعمال، أهلا بحضراتكم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أكد أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى مساهمة هذا القطاع بالناتج القومي ضئيلة حيث لا تتجاوز 0.5%، وهو ما لا يعكس قدرات القطاع الحقيقية. جاء ذلك خلال استعراض الوزير لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أوضح الملا أن الوزارة تبنت معايير جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها. أوضح أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها في مقدمتها تعديل الإطار التشريعي الحاكم لأنشطة التعدين. وفي سياق آخر، بحث وزير البترول طارق الملا مع وفد من مسؤولي شركة بي بي البريطانية الموقف الحالي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة البريطانية في مصر. كما استعرض الجانبان تطورات مستويات أسعار البترول والغاز العالمية في ظل التحديات الحالية لكورونا على الأسواق العالمية. أكد الملا أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات المتميزة مع الشركة الأجنبية ومنها بي بي التي تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للقطاع. وأشار الملا إلى أن منتدى غزة شرق المتوسط يوفر مزايا اقتصادية كبيرة لكافة الدول الأعضاء. من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة الغاز والطاقة منخفضة الكربون أن مصر أحد أهم المحطات في أنشطة الشركة على مستوى العالم. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بدعم مشتريات العرب والأجانب، ليرتفع المؤشر الرئيسي إيجاك 30 بنحو 1.1% مقتربا من مستوى 11,540 نقطة. كما صعد المؤشرين إيجاك 70 وإيجاك 100 بنسب تراوحت حول 7%. أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي غلق باب الاكتتاب في صندوق سيولة، وهو صندوق شركة إن آي كابيتال النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار يتخطى 1,075,000,000 جنيه. يأتي غلق باب الاكتتاب قبل موعده المحدد في 10 مارس نظرا للإقبال الكبير الذي شهدته فترة الاكتتاب. أشارت السعيد إلى أن طرح هذا النوع من المنتجات الاستثمارية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في أذون الخزانة وسندات الحكومة، بما يحفز عملية التنمية الاقتصادية. أظهرت تقديرات جديدة لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بأقل من التقديرات المبدئية في الربع الأخير من العام الماضي، حيث أفادت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستيت أن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة
دولة التي تتعامل باليورو قد انكمش 6.1% على أساس فصلي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، كما انخفض 5% على أساس سنوي، في حين سجل الانكماش في تقديرات سابقة 7.1% على أساس فصلي و 5.1% على أساس سنوي. أظهرت التقديرات ارتفاع البطالة بنسبة 3.1% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. نهاية ثانية، وهذا تذكير بأهم العناوين. خلال افتتاحها عددا من المشروعات في القطاع الصحي، السيسي يوجه الشكر للطواقم الطبية ويشدد على ضرورة تناسب النمو السكاني مع الإمكانيات الحالية للدولة. مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم. يمكنكم أيضا متابعة البث الحي للنشرات والبرامج والأخبار عبر الموقع الإلكتروني المسؤول الإيجين. أشكركم. شكرا فاطمة. شكرا لك حساني. شكرا لحضراتكم. طيب المتابعة وإلى اللقاء.